بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي هالأسبوع عنوانه صوتك مو عورة، صوت المرأة عورة. أو شيخ، نعرف هذه آية حديث؟ هذه لا آية ولا حتى حديث، هذا تفسير لآية. الآية تقول أعوذ من الشيطان الرجيم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الحمد لله أن جمهور العلماء وعلى رأسهم صالح الفوزان قالوا الخضوع فلا تخضعن في القول، يعني لا تتميعين بكلامك، لا تخضعين صوتك وتذللين حق واحد كأنك تقولين له أبيك بصوتك، لا تتغنجين، لا شنو، لا تتميعين. هني يصير صوت المرأة عورة لمن يعلب مكان عام بدون سبب وغشمرة ولعب. هني يصير حتى مو بس عورة، أخلاقيا وشكلها يصير غلط. لكن لا تقولون صوت المرأة عورة وتسكتون. نساء الصحابة كانوا يتاجرون بالسوق ويأخذون ويعطون، شلون صوتهم عورة؟ كانوا الصحابة يسألون عائشة رضي الله عنها عن الرسول، شلون صوت المرأة عورة؟ كانت أم سلمة تداوي المرضى وتداوي الجرحى في زمن الصحابة، شلون صوت المرأة عورة؟ إذا صوت المرأة عورة ونحط نقطة، معناتها من تطلع من باب السكة تخيط حلجها تلزقة، وداخل البيت تتكلم ما يصير تعيش طرمة لأن تقولون صوت المرأة عورة. مشكلتنا الوحيدة إن إحنا نطلق الحكم ونخلي القيد، نقول عورة ما نقول متى عورة. أحب أختم كلامي وأقول إن صوتك عمره ما كان عورة. وش في صوتي؟ ما في صوتي أي شيء، كنت ساكت نامت عيوني شوي. وش في صوتي؟ ما في صوتي أي شيء،